مساء الخير. اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيوفي الكرام من أهل الصحافة اللبنانية والعربية. أرحب أيضا بالسيد نضال بشراوي منظم مسابقة ملك جمال لبنان وأعضاء لجنة المسابقة فردا فردا. إن شعار لولاية ملك جمال لبنان لهذا العام هو سوق خليك واعي. اخترت هذا الشعار بناء على المشروع الذي أنوي القيام به خلال فترة ولايتي كملك جمال لبنان، ألا وهو التوعية ونشر ثقافة السلامة المرورية في لبنان. لك هلا بالنهاية الدولة مش عم تسوق، بالنهاية في تقصير من الدولة أكيد بنظام السير، بس الحق كمان على المواطن والطريقة اللي عم بسوق فيها هالأيام، ويمكن ما عم بحس بقيمة حياته هو عم بسوق، وعم بشكل خطر مش بس على الباقيين. فبعتقد لازم يكون في توعية وشوي نحن العالم، يعني بعتقد كمان العالم عم بتتصرف هيك على الطريق من وراء همومها ومن وراء مشاكلها، كمان بنفهمهم ومنقدر ظروفهم، بس بالنهاية يعني في حياتنا بدها. بعد لهلا ما قررنا، بس انه ايه انه معقول نستعين بحدا كمان غير مستر لبنان، بس لهلا مستر لبنان هو اللي اخذ الضجه عنا بجمعيه ويمكن نشتغل بس معه هالسنه. بتمنى انه نحن نوصل لمحل معين انه يصيروا يقدروا يقولوا انه مستر لبنان ومستر لبنان ذات الاهميه، لانه اليوم مستر لبنان عم نحضرها بكذا سنه بتطلع بتقول مساء الخير وما بقى بنشوفها، بينما الشباب قربوا لبنان مرتبتين بالعالم. هلا عم نشتغل على جرين كامبين ب 17 هيدا الشهر هنا الاحد، عاملين ايفنت لكل الامات اللي خسروا اولادهم، رح ينزلوا على ارض بسن الفيل بعد ما حددنا وين، تيزرعوا كل ام تزرع شجره باسم ابنها او بنتها. ان شاء الله يا رب اول شيء نحقق هذا المشروع ونعمل يعني نوصل صوتنا هالسنه والرساله اللي بدنا نقولها، وما بهم اذا احسن من قبلنا او بالعكس، مهم نقدر نوصلها وبكفيني هيك. كان في براسك شيء مشروع غير هيدا لو ما زبط مثلا هيدا المشروع؟ كان في مشروع وطني بالاساس كنت بدي اعمله واسمه خليك لبناني، بس لقيته موضوع كتير كبير وهو منه مشكل، هو واقع عم نعيشه وما فينا نجي نحل واقع، بس فينا نحل مشكل او نوعي عالم يمكن على هيك موضوع مثل كون هادي والتوعيه على السير. وبعدين اكيد يعني دائما نحن ممكن نعمل شيء بعدين وطني، اكيد ليش لا. شكرا لكم سيدتي وثانك يو سو ماتش.